ميسي يلعب في القرن 21 مستوى عالي تغيرت فعلا. يعني صعب انه لاعب يسجل بين 40 و60 هدف في الموسم، هذه مش موجوده، هذه مش موجوده قبل. لو قالوا لنا في عام 2000 مثلا 1900 اسطوره هذه، انه هناك لاعبين ميسي وكريستيانو رونالدو باش يجيو في 2010 و2015 يسجلوا بين 40 و60 هدف، يقولوا لا تكذب. لأنه صعب صراحه صراحه لما يوصل اللاعبين صنع الدوري الاسباني، صحيح بدونهم ليس هناك دوري اسباني قبل تكون